بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نتكلم مع بعض على أول سيرفر نستفيد بيه كريسورس، يعتبر بالنسبة لي ريسورس، أول سيرفر أستفيد بيه داخل الشبكة بعد الأكتيف دايركتوري، بسميه الفايل سيرفر. الفايل سيرفر، الفايل سيرفر يا إخوانا، يعني إيه فايل سيرفر؟ مبدئيا يعني إيه فايل سيرفر؟ كلمة فايل سيرفر، فايل سيرفر دي معناها السيرفر اللي عليه الداتا الخاصة بالمستخدمين، معايا؟ يعني هو ده اللي واصل ايه؟ ها، على الشبكة، وبالنسبة لليوزرز او الكلاينتس بتوعي بيحتاجوا ان هم ايه؟ ها، بيحتاجوا داتا، صح؟ صح؟ فاكرين لما كنت بشرح لك في الاول importance of network، بقول لك لو انا عندي داتا على جهاز معين وعايز انقلها على جهاز تاني، محتاج ان انا انقلها عن طريق ايه؟ عن طريق سي دي، عن طريق اكسترنال هارد ديسك. ما ينفعش الكلام دوت في الشبكه. انا عامل شبكه ليه اصلا؟ انا عامل شبكه علشان يكون في مساحه تخزينيه مشتركه ما بين المستخدمين، بحيث ان هم يتبادلوا من خلالها الداتا. واضح الكلام؟ يعني مثلا لو انا عندي مثلا دول فاينانس، جماعة المحاسبين دول محتاجين ان هم يشيروا مع بعض داتا. انا ما ينفعش باي حال من الاحوال ابقى فاتح اليو اس بي، ما ينفعش، لان اليو اس بي ده هو مدخل من مداخل الفيروس. يعني واحد يجيب لي فلاشة من بره من بيتهم مثلا كلها فيروس، يحطها في الجهاز، الفيروس ينتشر على الشبكة كلها من خلال هذا الجهاز. ما ينفعش، ما ينفعش، حتى لو عندي انتي فيروس قوي برضو ما ينفعش، ما ينفعش باي حال من الاحوال. مفترض اكون قافل يو اس بي. لما تحب تعمل حاجه زي كده مش بالجروب بوليسي من الاخر، يعني مثلا لو انت عندك انتي فيروس سيرفر وليكن كاسبرسكي، انا دايما بدي المثل بكاسبرسكي لاني اكتر سيرفر بستنضفه بصراحه. عندك الادمن كيت 9 بتسبورت حاجه اسمها الديفايس كنترول. الديفايس كنترول انك تقدر من خلال الادمن كيت تقدر تكنترول اليو اس بي الخاص بالاجهزه، يعني لوجيكال يبقى اوبن ولوجيكالي يبقى ايه؟ يبقى كلوزد. لو امكانيات الشركه اللي بنشتغل فيها ضعيفه شويه ومش قادره تجيب البرودكتس دي، انت ممكن تعتمد على الاكتيف دايركتوري من خلال الجروب بوليسي انك انت تديسيبل الايه؟ اليو اس بي معايا، بس طبعا ما فيهوش الفلكسبيليتي او الباورفول الخاصه بالايه؟ بالبرودكتس الاخرى. ماشي؟ طيب ما دام انت قفلت الدنيا بالشكل ده يبقى لازم يكون في بديل. لازم يكون في بديل. يعني ما ينفعش ان انا اقول للناس انا قافل عليكم الدنيا كلها، ما ينفعش تتبادلوا مع بعض داتا من خلال مثلا اكسترنال هارد ديسكس او من خلال مثلا فلاش ميموريز مثلا يعني، وما وفرش بديل. ما ينفعش، لازم يكون في بديل. طيب البديل ده هو يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن مساحه تخزينيه معينه انا حاططها على سيرفر يقدروا من خلالها يتبادلوا مع بعض الداتا. معايا؟ اهو اللي انا بقول عليه ده هو بقى انا بسميه شيرد فولدر. بسميه ايه؟ شيرد فولدر، او حتى من اسمه فولدر لانه داتا، فولدر امكانيته عادي على السيرفر. شيرد لانه ايه بقى؟ ها، مشترك ما بين مجموعه معينه من الناس. واضح الكلام؟ باجي هنا على الفايل سيرفر واكريت شيرد فولدر. الفولدر ده هو فيه منه شكلين، يعني انا لما اجي اكريت فولدر واشيره في منه شكلين. في فولدر انا بسميه بابليك، بابليك فولدر، وفي فولدر تاني المفترض ان هو يبقى برايفت فولدر، او ساعات بنسميه او تكنيكالي بنسميه الهوم فولدر. بابليك فولدر من اسمه كده معناه فولدر عام، يعني ايه؟ يعني كل الناس شايفينه. بس مين كل الناس؟ اي حد معدي؟ لا، كل الناس اللي مع بعض in the same department، في اداره واحده، الناس اللي الداتا ما بينهم مشتركه. بمعنى ايه؟ الفاينانس مثلا، هاجي هنا تحت البابليك واقول له ايه؟ انا عايز اكريت بابليك فولدر وليكن مثلا اسمه فاينانس مثلا. ماشي؟ وادي بيرميشن للجروب الخاصه بالفاينانس اللي هي تحتوي على الاكونت الخاصه بالفاينانس. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع الجروب خلاص، صح؟ يبقى اذا هنا اسالك سؤال، لازم الجروب دي تبقى سكيورتي ولا ديستريبيوشن؟ لازم تبقى سكيورتي جروب عشان اقدر اديها بيرميشن، صح؟ حلو. هاجي اقول ايه؟
الفولدر اللي اسمه فاينانس، البابليك فولدر اللي اسمه فاينانس، انا عايز ادي للجروب اللي اسمها فاينانس بيرميشن عليه ان هم مثلا يعملوا 1 2 3 مثلا. يعني هنشوف طبعا انواع البيرميشنز المختلفه. فيقوم لو في محاسب من دول عايز مثلا ها يابلود داتا لكل الناس اللي موجوده معاه في الديبارتمنت، يبدا ايه؟ يحطها في الفولدر اللي اسمه بابليك الخاص بالفاينانس. كل الناس الفاينانس هيدخلوا يشوفوا الداتا دي، صح كده؟ صح. يبقى انا مش محتاج يو اس بي، ولا محتاج اكسترنال هارد ديسك، ولا محتاج فلاش ميموري علشان خاطر اترانسفير الداتا ما بين مجموعه من الناس. احنا لو كلنا عايزين نشير مع بعض ذا سيم كونتينز، انا ممكن انا على السيرفر اوفر لك الميزه دي. ما هي دي اهميه الشبكه اصلا، اني اكريت لك فولدر مساحه تخزينيه معينه واعمل لك ليه شير بحيث ان هو يبقى افيلبل اوفر ذا نتورك، واديك بيرميشن انت وجماعتك اللي هم الفاينانس بحيث ان انتوا تتبادلوا الداتا من خلال هذا الفولدر. واضح الكلام؟ النوع الثاني اللي انا بسميه هوم، ده معناه ايه بقى يا ريس؟ ها طبعا انا ممكن اعمل الكلام دوت مش بس على الفاينانس، يعني انا ممكن اكريت بابليك فولدر للاتش ار، بابليك فولدر للاي تي، بابليك فولدر للاوبريشنز، بابليك فولدر للماركتنج، وهكذا. انا بكريت روت فولدر اسمه بابليك، وبكريت سب فولدرز كل فولدر يشاور على ايه؟ الداتا الخاصه بكل اداره، بسميه البابليك فولدر، البابليك فولدر. طيب الهوم فولدر ده هو بقى عباره عن ايه؟ الهوم فولدر يا اخوانا بين قوسين برايفت فولدر. برايفت فولدر واضح كده من الكلام ان ما حدش يشوفه غير صاحبه، صح كده؟ طيب هو انت كيوزر، بصرف النظر بقى انت تنتمي للفاينانس للاتش ار للاي تي، انت كيوزر مش محتاج برضو مساحه تخزينيه على الفايل سيرفر تحط فيها البرايفت داتا الخاصه بيك انت لوحدك؟ فرضا ان انا عندي برايفت دوكيومنتس، يعني المفترض محدش يطلع عليها غيري، الراجل ده المفترض يكون عنده مساحه خاصه بيه برايفت. برايفت يعني محدش يقدر يشوفها غيره، معايا؟ اهو المساحه دي او الفولدر ده انا بسميه هوم فولدر. ميزه ان الداتا تبقى موجوده على الفايل سيرفر، انا كادمنستريتور بديك جرانتي ان الداتا دي لو ضاعت اجيبها لك. اجيبها لك ازاي؟ عن طريق الريستور. ريستور يبقى اذا لازم يكون في باك اب. باك اب معناها انك تاخد نسخه احتياطيه من الداتا اللي موجوده على السيرفر، احطها بقى اون سايت، احطها اوف سايت، احطها على تيبس، احطها على سي ديز، احطها في خزنه في البنك. كل السيناريوز دي محتمله، وكل ده هنتكلم فيه ان ديتيلز. انا دلوقتي بتكلم في حاجه معينه، انت كادمنستريتور الداتا كلها عندك على السيرفر، خد باك اب. ولا اقدر اخد باك اب ولا اقدر اعمل ريستور الا لو كانت الداتا موجوده عندي. مش معقول يعني اخلي الموظفين يحتفظوا بالداتا على اجهزتهم واعدي كل يوم ها على جهاز جهاز اخد باك اب؟ ما ينفعش الكلام ده. لا، الداتا كلها موجوده عندي انا على السيرفر، حلو كده، وانا باخد باك اب. حصل مشكله نعمل ريستور، حتى من غير ما يحصل مشكله انت المفترض تعمل تيست لعمليه الريستور دي زي ما اكلمك قدام شويه، ماشي؟ حلو، كلام جميل قوي. يبقى اذا السيرفر اللي هيحتوي على الداتا الخاصه بالمستخدمين سواء كانت البابليك سواء كانت البرايفت او الهوم، ده انا هسميه الفايل سيرفر. ادي السيرفر بتاعي. لما اقول له اد رولز اند فيتشرز واقول له نكست 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 فايل اند ستورج سيرفيسز، هو ده الفايل سيرفر بتاعك. حلو كده؟ واضح الكلام؟ ممكن يبقى هو الدومين كنترولر، ممكن يبقى ممبر سيرفر. كلمه ممبر سيرفر يعني سيرفر جوين الدومين وليس عليه اكتف دايركتوري، عشان كده بسميه ممبر. ممبر يعني ايه؟ ممبر في الدومين، عضو عندي في الدومين، انما ما هوش دومين كنترولر. حلو قوي. طيب السيرفيس بقى اللي اسمها فايل اند ستورج سيرفيس دي اجيبها منين؟ انت لو فتحت السيرفر مانجر هتلاقيها موجوده هنا، فايل اند ستورج سيرفيسز، فايل اند ستورج سيرفيسز، شايفها؟ ها شايفها؟ حلو، تعال نضغط عليها كده. بص بيقول لي يا ريس، بيقول لي اولا السيرفر اللي عليه هذه السيرفيس هو مين؟ سايت داش دي سي، اللي الاي بي ادرس بتاعه ايه؟ 1200. وهو دلوقتي اونلاين ولا اوفلاين؟ هو دلوقتي اونلاين.
واللاست ابديت اهو والويندوز اكتيفيشن. الفوليومز، كلمه فوليومز معناها ايه؟ البارتيشنز يعني. معايا؟ والله هو عليه بارتيشن واحد اللي هو ايه؟ سي اهو، ده بتاع السيستم ريزيرفد اللي هو 350 ميجا، وده السي. ويقول لك كمان الفري سبيس قد ايه، مش بس الكاباسيتي، الفري سبيس قد ايه. حلو. طيب ديسكس، عندك كام ديسك؟ انا عندي ديسك واحد بس. طبعا الديسك بيبدا رقمه بزيرو. فوت الاستورج بولز دي، لسه هنتكلم فيها قدام. شيرز، عندي كام شيرد فولدر على هذا السيرفر؟ هل اقدر اكريت شيرد فولدر جديد؟ انت ممكن تراك كليك هنا كده وتقول له نيو شير، مش مشكله يعني. انا دايما اريكومند شيء، اريكومند انك لما تيجي تشير فولدرز على الفايل سيرفر، بلاش بلاش تستخدم الهارد ديسك اللي عليه الاوبريتنج سيستم، ده كده هيقلل بيرفورمانس بتاع السيرفر. ما تشيرش داتا على نفس الهارد ديسك الخاص بالاوبريتنج سيستم. هل ينفع وانا شغال على الفيرتشوال ماشين اد هارد ديسك جديد؟ يعني تعال اقول له في ام دلوقتي سيتنجز، اقول له اد فين هارد ديسك اول واحده، نيكست، كرييت ا نيو فيرتشوال ديسك، نيكست، سكازي، نيكست، ماشي 60، نيكست، فينيش. خلاص انا دلوقتي بقى المفترض اخش في الديسك مانجمنت، الاقي الهارد ده هو مضاف، اعمل له انيشاليز وابدا اكرييت له بارتيشن او فوليوم بمساحه محدده، وبعدين اعمل له فورمات صح علشان اقدر استفيد بهذا الهارد ديسك. واضح الكلام؟ حلو. لو فتحت الادمنستريتيف تولز هتلاقي في حاجه اسمها الايه، طبعا انت برضو من هنا ممكن تظبط الموضوع ده، فايل اند ستورج سيرفيسز، بس دي انا يعني قدام شويه هنبقى نخش فيها يعني. هو ديسكس اهو، ديسكس، هتلاقي ظهر عندك ديسك تاني اهو بس انون انون. واضح كلام؟ لسه ان الوكيتد من الاخر يعني. ممكن تراي كليك كده وتقول له ايه، ها برينج اون لاين، هنشوف قدام الكلام ده اهو. بس انا مش عايز ادخلك في توهان، خلينا في الشكل اللي احنا متعودين عليه لحد ما ناخد الكلام دوت ان ديتيلز. افتح التولز اللي هي الادمنستريتيف تولز يعني، خش في الكمبيوتر مانجمنت. جوه الكمبيوتر مانجمنت في حاجه اسمها ستورج، جواها الديسك مانجمنت. ديسك مانجمنت اهو اهو، احنا من ايام 2003 واحنا بنراك ليك ونقول له ايه اونلاين صح، اللي هي اسمها برينج اونلاين. الفايل اند ستورج سيرفيسز اسمها ايه؟ برينج اونلاين اهي، اونلاين. وبعدين رايت كليك تاني انيشاليز، وتختاروا بقى هل هو ماستر بوت ريكورد ولا هو الجي اي دي بارتيشن تيبل اللي هو الجي بي تي. اتكلم ان ديتيلز برضو على الكلام ده قدام، هقول له اوكي، هقول له اوكي. الديفولت بتاعه اللي هو الماستر بوت ريكورد، هقول له اوكي. كل المساحه ان الوكيتد زي ما انت شايف، قول له نيو سامبل فوليوم، نكست، وادي له المساحه كلها مفيش مشكله، وادي له درايف ليتر عشان يبان عندي في ماي كمبيوتر، وقول له ايه انا عايز اعمل له فورمات ان تي اف اس، نكست، فينيش. خلاص كده. على فكره انت ممكن برضو تغير اسمه بروبرتس، خليه مثلا داتا، هسميه داتا. واضح كلام؟ واضح كلام؟ حلو. تعال بقى نرجع هنا، اقفل دي وافتحها تاني بس كده. تعال بقى نرجع هنا كده، تعال نرجع تاني للفوليومز اللي موجودين عندك. اقول لك والله انت عندك 2 فوليومز، عندك السي وعندك الاي. سيبك من السيستم ريزيرف ده، طبعا زي ما اتفقنا انا عايز الايه، انا عايز الاي، انا عايز الاي. طب انا عايز اعرف الاي ده موجود على انهي هارد ديسك. تعال هنا في الديسكس، يقول لك والله انت عندك 2 هارد ديسكس اهو. الديسك ده اللي هو نمبر 1، ده نمبر 1 ده يعني تاني واحد صح، دايما رقم الديسك بيبدا من زيرو، رقم البارتيشن يبدا من واحد. معايا؟ الديسك ده عبارة عن 1 فوليوم او 1 بارتيشن اللي هو الايه؟ الاي، الاي. خلاص انا عايز ارايت كليك كده واقول له ايه؟ نيو شير. يا عم الحاج بلاش، لو دي مش عاجباك خالص بلاش منها.
تعال اقف هنا على الاي نفسه ورايت كليك كده وكريت فولدر اهو ورايت كليك كده جيب البروبرتس هتلاقي في حاجه اسمها شيرنج وقول له انا عايز اشير هي مش فرق ابتداء من 2008 هم عاملين الشكل الظريف ده اللي هو الايه الفايل اند ستورج سيرفيسز بحيث انك انت يبقى وان انترفيس تقدر تمانج من خلاله كل الشيرد ريسورسز اللي عندك كل الشيرد فولدرز اللي عندك مره واحده على كل البارتيشنز ماشي يعني بص الشيرز مثلا هنا عارف لو انا رحت شيرت فولدر تاني هيظهر عندي هنا مش محتاج بقى اعرف هو موجود على انهي فوليوم او على انهي بارتيشن ليه لان هو اصلا كاتب لي اللوكال باث بتاعه اهو هنا اهو صح فاذا هو وان انترفيس هتمانج بيه كل الشيرد فولدرز اللي موجوده عندك على السيرفر ايا كان الباث بتاعها فين واضح الكلام طيب كلام جميل تعال نيجي هنا نراي كليك ونقول له نيو شير او نروح على الفوليوم ونقف عليها كده ونراي كليك ونقول له نيو شير هي مش فارقه معايا مش فارقه معايا الفكره بس انك لو وقفت هنا وقلت له نيو شير خلاص هو هيعرف ان الفولدر ده هيبقى شيرد على الايه معايا انما لو جيت هنا في الشيرز وعملت رايت كليك وقلت له نيو شير لازم يقول لك انت هتشيره فين طيب هقول له نيو شير هقول له نيو شير عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا في تو بروتوكولز هم اللي مسؤولين عن عمليه الشيرنج واحد منهم خاص بمايكروسوفت نتوركس بس بين مجموعه اجهزه في النتورك تحديدا لو هم ويندوز اللي هو الايه الاس ام بي ده اصلا كان بتاع اي بي ام وبعد كده مايكروسوفت خدته وعملت عليه شويه تحسينات كان زمان اسمه كده السي اي اف اس اللي هو الكومون انترنت فايل سيستم ابتداء من 2000 سموه ايه سيرفر مسج بلوك شغال في الابلكيشن لاير على بورت 445 هو نازل في الترانسبورت لاير بياخد سكه التي سي بي الكلام ده هوت قدام هنفهم في الانفراستراكشر يعني ايه لايرز يعني ايه تي سي بي يعني يو دي بي سيبك انت من الحوارات دي كلها طيب ما ينفعش استخدم الاس ام بي ما بين مجموعه اجهزه في منهم ويندوز وفي منهم يونكس استخدم حاجه اسمها ان اف اس NFS اللي هو ايه بقى اللي هو Network File Systems بيبروفايد فايل شيرنج سوليوشن ما بين مجموعه كمبيوترز عليهم ويندوز وعليهم يونكس اختار اني واحده فيهم اس ام بي يا عم احنا عندنا يونكس ما عندناش يونكس هتلاقي فيه ثلاث اشكال الكويك والادفانسد والابلكيشنز انا مش محتاج غير الكويك النهارده هقول له نيكست هيبدا يقول لي والله ده السيرفر اللي عندي اهو انا واقف على السيرفر ده هو الستيتس بتاعته اونلاين نوت كلاسترد دي برضه لسه هنتكلم فيها ازاي تعمل كلاسترنج يعني هاي افيلابيليتي للسيرفر بتاعك مفترض الداتا تبقى اكسسد من خلال كل السيرفرز اللي ممبر في نفس الكلاستر بحيث ان لو سيرفر وقع سيرفر تاني هاندل الريكوست اللي جايه من اليوزرز دي انا بسميها كلاستر والاند يوزر مش حاسس بحاجه هو شايف شيرد فولدر وخلاص ملوش دعوه الشيرد فولدر ده موجود فين ومين اللي بيرسبونس ليه. كلمه نوت كلاستر دي معناها ايه؟ ما عنديش كلاستر، طبعا دي حاجه ادفانسد برضو عندنا في الكورس. طيب بص بقى شير لوكيشن انت عايز تشير فين؟ عارف ليه؟ لان انا قلت له نيو شير منين؟ ها؟ من هنا. من هنا. صح؟ لو كنت قلت له من هنا اهو نيو شير نيكست بص هو عامل سيلكت لوحده هنا فليكسبيليتي مرونه بس ليس الا تعال نقول له تاني نيو شير نيكست ونبدا نقول له احنا عايزين نشير الفولدر هنا طيب الكاستم باث دي معناها ان لو اوريدي في فولدر موجود عندي وانا عايز اشيره يعني اقول له براوز هيفتح لي الايه اهو بص مفيش ولا فولدر موجود عندي بص سيلكت فولدر مفيش سيلكت ايه ده لسه بارتيشن جديد فلو انت عايز تكريت الفولدر اللي انت عايز تعمل له شير يعني هو لو مش موجود اصلا جاست انك انت هتسلكت الفوليوم او هتسلكت البارتيشن وتقول له نيكست هيبدا يقول لك طب قول لي الشير نيم ديسكريبشن للشير دوت يظهر اوفر ذا نتورك واديني الباث بتاع الفولدر اللي انت عايز ايه تشيره ولو مش موجود يا عم احنا هنكريته لك والناس لما تيجي تاكسس هذا الشيرد فولدر هينادوا عليه بالشكل ده اللي انا بسميه اليو ان سي بابليك description ممكن مثلا تقول له this is a public data for all
ديبارتمنت. ده الشير نيم. بص بقى هنا بيقول لك ايه اللوكال باث تو شير، هيروح جاي مكريت لك فولدر اسمه شيرز، هو هيكريته بايده فولدر اسمه شيرز، هيكريته اوتوماتيكالي ويحط لك جواه فولدر اسمه بابليك. يعني الخطوه دي هتتم اوتوماتيكالي، وخلي بالك هو مش هيشير شيرز، هو هيشير بابليك. هيقول لك الناس لما تيجي تاكسس هذا الفولدر اوفر ذا نتورك هتكتب باك سلاش باك سلاش الكمبيوتر نيم سيرفر نيم او الاي بي ادرس يعني باك سلاش الشير نيم اللي هيظهر هنا. هروح قايل له نيكست بعد كده. هيديني شويه اوبشنز كده. الاوبشن الاولاني بيقول لي انيبل اكسس بيست انيوميريشن، ودي برده جديده من ايام 2008. اكسس بيست انيوميريشن دي معناها ايه؟ المفترض مين ياكسس الفولدر ده اوفر ذا نتورك؟ اللي انت مديله بيرميشنز، اللي هي جايه تحت هنا اهي، مش اي حد يعني، اللي انت مديله بيرميشنز. بس هل لو جه يوزر كتب باك سلاش باك سلاش السيرفر نيم مش هيظهر عنده الشيرد فولدر ده؟ لا هو هيظهر. انا كيوزر لما اجي رايت كليك كده واقول له رن باك سلاش باك سلاش السيرفر نيم اللي هو سايت داش دي سي، بص ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي كل الشيرد فولدرز اللي موجوده بصرف النظر انا ليا بيرميشن اني ادخل ولا ما ادخلش. يعني انا هدبل كليك كده، لو ليا بيرميشن هعدي، لو ماليش بيرميشن هيسرق في وشي، صح؟ طيب يا عم الحاج، طب انت ليه اصلا تطلع للناس فولدرات هم اصلا ما لهمش بيرميشن عليها؟ فابتداء بقى من 2008 عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها اكسس بيست انيوميريشن. لو ليك بيرميشن هتشوف، لو مالكش بيرميشن اصلا مش هتشوف الشيرد فولدر على الشبكه. Access based enumeration displays only the files and the folders that a user has permissions to access. بس if a user does not have read or equivalent permissions for a folder, read او ما يعادل, Windows hides the folder from the user's view. اليوزر مش هيشوف. طبعا هي disabled by default. Allow caching of share دي معناها ايه يا ريس؟ فرضنا ان انت دلوقتي معاك لابتوب مثلا، اللابتوب دوت معروف ان انت كونكتد بيه الصبح على الشبكه، تاخده معاك وانت مروح. هل في امكانيه ان انا اكسس الشيرد فولدرز دي وايل وانا اوف لاين؟ وانا اوف لاين هل في امكانيه؟ اه في امكانيه في حاله واحده بس، ان انا عملت انيبل لما يسمى بالكاشنج. كلمه كاشنج معناها ايه؟ خد كوبي من النتورك فولدر او من النتورك داتا، حطها عندي في مساحه محدده انا هحددها، اوريك ازاي تحددها، بسميها الكاشنج. معايا كده؟ ولما تبقى ديسكونكتد اشتغل من الكاش. طب ولما ارجع كونكت على الشبكه اعمل سينكرونايزيشن، شوف الابديت اللي انت عملته وانت اوف لاين خليه يسمع في النتورك كوبي. حاجه بقى ثانيه، في حاجه اسمها برانش كاش، دي برده موجوده من ايام الار 2. من ايام الايه؟ 2008 ار 2. برانش كاش. ايه البرانش كاش دي؟ برانش كاش دي ظريفه جدا، دي عمليه اوبتمايزيشن للوان باندويتس، بحيث ان انا دلوقتي لو انا عندي فرعين وانا بكونكت من فرع على الفايل سيرفر اللي في الفرع الثاني وكيشت الداتا دي عندي، طب ما انا ممكن اخلي الناس اللي معايا في السبنت بتاعتي او في البرانش بتاعي ياكسسوا الكونتنت من خلال الكاش، بدل ما يكونكتوا اوفر الوان لينك يجيبوا الكونتنت من هناك. مفهومه؟ دي بسميها البرانش كاش. في منها نوعين وهنشوف مع بعض الكلام ده. ليها كونفجريشن بطريقه معينه داخل فيها الجروب بوليسي. انكريبت داتا اكسس دي برضو جديده. وين انيبلد؟ لما تعملها انيبلد ريموت فايل اكسس تو ذيس شير ويل بي انكريبتد. داتا مشفره، واحد في النص بيحاول يهاك مش هيفهم حاجه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ خلاص بيقول لك if this box is selected and grayed out. grayed out يعني بقى كده، يعني خلاص بقى لونه كده بقى رمادي يعني. ها an administrator has turned on encryption for the entire server. خلاص يبقى انا كده بترن اون الانكريبشن على هذا الايه؟ السيرفر. يبقى تعالى نقراها مع بعض. بص بقى تعالى نقراها مع بعض. من فضلك انا عايز استخدم البروتوكول اللي اسمه الاس ام بي علشان خاطر اشير فولدر موجود على السيرفر ده
تحديدا على هذا الفوليوم اسمه الشير نيم بتاعه هيبقى اسمه بابليك، ولو مش موجود كريتهولي، خلي الناس تشوفه عن طريق هذا اليو ان سي. وبالمره الله يبارك لك، لو في واحد ملوش بيرميشن على هذا الشيرد فولدر خليه ما يشوفوش، وانيبل الكاشنج علشان الناس تقدر تاكسس هذا الشيرد فولدر وهم اوف لاين، وانكريبت الترافيك علشان تحمي الداتا من الان اوثورايزد اكسس وهي ايه، وهي ماشيه من والى هذا الشيرد فولدر. واضح الكلام؟ طيب يا عم الحاج، انت عمال تقول لي احمي الداتا من الان اوثورايزد، طب مين هم بقى الاوثورايزد؟ يعني مين اللي مسموح له ان هو يشوف؟ نيكست اللي بعديها انا هقول لك دلوقتي بقى مين مسموح له ان هو يشوف. في ديفولت بيرميشنز موجوده، ويمكن انك تقول له كاستمايز بيرميشنز. كاستمايز بيرميشنز دي معناها ايه يا معلم؟ معناها ان انا اقول لك مين هيعمل ايه، خليها بالديفولت. نيكست بيجيب لك كونفيرميشن ويقول لك كرييت، خلاص كده كومبليتد، كرييتنا الشير وظبطنا البيرميشنز، قول له كلوز. تعالى في كمبيوتر هتلاقي بكرييت لك فولدر اسمه شيرز، شايفه جوه منه البابليك فولدر. حلو كده. لو انا جيت هنا قلت له ايه، باك سلاش السيرفر نيم او الاي بي ادرس، بص بقى عندي فولدر اسمه ايه، بابليك. بلاش، تعال ارجع لي تاني هنا شيرز، بص ظهر عندي ولا ما ظهرش اهو، والبروتوكول المستخدم كمان. ممكن تراي كليك وتقول له ستوب شيرنج، خلاص ما بقاش شير دلوقتي. وممكن تجيب البروبيرتس وتتفرج اهو، بيرميشنز، عايز تظبط البيرميشن ارجع ظبطها تاني. طيب السيتنجز اللي هي الايه، اكسس بيست انيوميريشن، الكاشنج، الانكريبشن، وهكذا. صعب الموضوع؟ في اي مشكله؟ بص مش ده بارتيشن، رايت كليك عليه كده وجيب البروبرتس، ده فورماتد ايه، انت يا فاس. يبقى وانت مغمض كده هتلاقي فيه زرار اسمه سيكيورتي، مش دي بيرميشنز، هات لي منها اي واحده، وليكن مثلا اليوزرز، واخدين ايه، واخدين ريد اند اكزيكيوت، صح؟ طيب مش في حاجه اسمها هنا بابليك اللي انا مشيره، بابليك ده لو جبت البروبرتس، مش في حاجه اسمها سيكيورتي؟ ليه؟ لانه موجود على انت اف اس بارتيشن، صح؟ طيب اليوزرز واخدين ايه، ريد اند اكزيكيوت، هل تقدر تعدلها؟ ما تقدرش تعدلها. ليه؟ لانها انهيرتابل من البيرنت. البيرنت بتاعي مين؟ اللي هو الفوليوم. واضح الكلام؟ زي ما بقول لك كده، في ديفولت جروبس موجود عندي، حاجه اسمها كرييتور اونر، حاجه اسمها السيستم، ادمنستريتورز، يوزرز. طبعا المعروف بالنسبه لي الادمنستريتورز واليوزرز، اما الكرييتور اونر السيستم بنسميهم الايه، سيستم ايدنتيتيز. دي جروبس موجوده كده ايه، ها، باي ديفولت. ماشي، هقول لك الفروق ما بينهم قدام، بس ده ما يهمنيش دلوقتي. انا دلوقتي اللي يهمني ان انا عايز العب في الحته دي. لو انت عايز تزود يا حاج زود اهو، اديت واد زي ما انت عايز، بس مش هعرف اشيل دول. لما اجي اشيل ده بص بيقول لي ايه، يو كانت ريموف. ليه؟ لان هذا الاوبجكت از انهيريتنج بيرميشنز فروم اتس بيرنت. يبقى لازم نعمل ايه علشان خاطر عشان نكستمايز البيرميشنز دي، نديسيبل الايه، الله يفتح عليك، لازم نيجي في ادفانسد الاول ونقول له ديسيبل الانهيريتنس. وانس بقى ان انت دوست على الزرار ده، هيقول لك طيب واللي انا واخده منه البيرنت بتاعي اعمل فيه ايه، ها اعمل فيه ايه؟ بص يقول لك يو ار اباوت تو بلوك انهيرتنس، خلاص ماشي احنا موافقين معايا. معنى ذلك ان اي بيرميشن جايه من البيرنت مش هتبقى ابلايد عندي. حلو كده. بس اللي انا واخده
دلوقتي نعمل فيه ايه؟ نحول هذه البيرميشنز اللي انت واخدها من البيرنت لاكسبليسيت بيرميشنز، ما تبقاش بقى انهيرتابل بيرميشنز، تبقى اكسبليسيت صريحه، ولا تريموف ونبدا على نظافه. نسيب لك حتى الجروب اللي اسمها ادمنستريتورز يعني، نسيبها حتى يعني حفظ ماء الوجه عيب يعني، دول ادمنستريتورز. لا ممكن تقول له ريموف، انا حر يا عم، انا حر خلاص، ما فيش حد اهو. طب وبعدين انا بقى اضيف بمزاجي بقى، اد اضيف عندي دي الاكسس كنترول ليست بتاعتي، ضيف فيها، ضيف فيها انتريز زي ما انت عايز، اكسس كنترول انتري. فاكرين انتريز؟ اول واحد وانت مغمض هتضيفه الدومين ادمنز، الدومين ادمنز. حلو، باي ديفولت اي حد انت بتضيفه بياخد حاجه اسمها ريد اند اكزيكيوت. طب يعني ايه ريد اند اكزيكيوت؟ انا لازم افهم بقى البيرميشنز دي عباره عن ايه علشان اعرف، عشان اعرف، لان كل واحده من دول بكنترول بيها الاكسس للكونتينتس الخاصه بهذا الفندق. كل واحده من دول ليها قصه، عايزين نعرف يعني ايه فول كنترول، يعني ايه موديفاي، يعني ايه ريد اند اكزيكيوت، يعني ايه ليست فولدر كونتينتس، يعني ايه ريد، يعني ايه رايت، يعني ايه سبيشال بيرميشنز. شوف الكلام ده، نقوم نصلي وبعد كده نكمل.